بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن حنسوي نفس الطريقة، بقي علينا اللي هو نظام التشغيل لينوكس. هنجينا نقول لينوكس حيكون اكستنس من مين؟ اوبريتنج سيستم بنفس الطريقة، عفوا، لأنه نظام تشغيل ممكن أنت تيجي للماكينة وتنسخ نفس الكلام وتعدل عليه طيب هنجي هنا نقول لينوكس. أول شيء الدوال على أساس يسبب لنا أخطاء، لأنه هو ما يعرف الباقي كله نص، فما عنده مشكلة فيه. لينوكس، وهنا حنقول لينوكس بنفس الطريقة. خلينا نرجع للمين، حننشئ أوبجكت نسميها ايش؟ لينوكس، اساس انه نظام تشغيل. لاحظ كلها من الاوبريتنج سيستم. حنقول ابونتو ايكوال نيو ماك، مثلا حكتب ابونتو، طبعا ممكن 10.6 او اي اصدار، او خلينا نكتب 10.6. كم الله أعلم، بس مثلا إصدار العاشر، لأني يعني ناسي 6.4 ماني متذكر بالضبط. فخلينا نقول إصدار العاشر. طيب الإصدار العاشر لينوكس أبونتو، جبنا العيد. فنقول هنا أبونتو إكوا نيو لينوكس، أنا كتبت ماك. طيب حنقول هنا 10. طيب يكفي بعشرة لأني نسيت اللي بعد الفاصلة الإصدار. فالآن لينوكس أبونتو إيكوال نيو لينوكس الإصدار العاشر. نجي هنا نقول أبونتو دوت برينت إنفو، شغل. لاحظ إيش اللي حصل، ويندوز فيرجن 7، ماك فيرجن، فانا نكنيم لايم لينوكس فيرجن، ممكن الديستريبيوشن يعني فيرجن كذا، ممكن لينوكس تضيف له الديستريبيوشن، ايش الديستريبيوشن تبعه. فهذه الفكره ببساطه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.